شائعة تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي عن إلغاء لقب مهندس زراعي، وده اللي رد عليه نقيب الزراعيين سيد خليفة في بيان صحفي. عايزين نعرف طبعا تفاصيله يا منى. أكيد موضوع يهم ناس كتير، خلينا نعرف إيه القصة وإيه الحكاية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير عليك. أهلا صباح النور، تحياتي لحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. إيه الحكاية، يعني إيه اللي تم تداوله بالظبط؟ إحنا بقالنا فترة في مصر كل بين الحين والآخر بنلاقي أكاذيب وإشاعات على بعض شبكات التواصل الاجتماعي بتعمل بلبلة، وبالتالي كان يوم الجمعة طلعت بعض المواقع على إلغاء لقب مهندس زراعي. طبعا الكلام ده إشاعة موردة لا أساس لها من الصحة، لأن لقب مهندس زراعي تمنحه نقابة المهن الزراعية طبقا لقانونها 31 لسنة 66 وتعديلاته، وبالتالي هذا القانون لم يتم تعديله أو لم يتم إلغائه، وبالتالي هذه الإشاعة الموردة الهدف منها إثارة البلبلة. زي ما حضرتك والسادة المشاهدين يعلموا إن قطاع الزراعة في مصر في السنوات الأخيرة في عهد السيد الرئيس السيسي يعني حقق قفزات كبيرة جدا، وفر كثير من فرص العمل للشباب المهندسين الزراعيين اللي بيشتغلوا وبيعملوا في المشروعات القومية بجانب زملائهم من المهن الأخرى، وبالتالي بين الحين والآخر بنلاقي مثل هذه الإشاعات اللي هي بتأثر حتى على وعي الناس. وإحنا يمكن نقابة المهن الزراعية مع نقابة المعلمين وأيضا كانت الإشاعات من ضمنها المدرسين وهكذا يحصل استمرار. صحيح، يمكن دايما عشان نرفع الوعي لدى المهندسين الزراعيين والمعلمين وأبنائنا، إحنا بننفذ لغاية دلوقتي تقريبا حوالي 100 دورة من استراتيجية الأمن القومي مع أكاديمية ناصر العسكرية، عشان برضو حتة الوعي، وإنه كل ما يصار على بعض شبكات التواصل الاجتماعي لابد الناس توبة عندها الوعي وتفرق ما بين هل ده حقيقة ولا هل ده إشاعة. طبعا إشاعات، وبالتالي بنواجه ده من خلال الدورات بتاع أكاديمية ناصر العسكرية لزملائنا المهندسين الزراعيين وأبنائهم. جميل جدا. لكن خريج كلية الزراعة أول ما بيتخرج من الكلية بيروح على طول للنقابة عشان يطلع الكارنيه وبيتكتب في الكارنيه وهو مهندس، مظبوط؟ صحيح. إيه الإجراءات بقى بتاعة استخراج هذا الكارنيه وهذه العضوية؟ حضرتك بمجرد ما طالب كلية الزراعة، وإحنا عندنا في مصر 28 كلية زراعة وعندنا 4 ثروات سمكية، لما بيتخرج الطالب وبيجيب شهادة التخرج المعتمدة من الكلية بتاعته من الجامعة بيتقدم بيها للنقابة، بيستكمل الإجراءات بتاعته وبيحصل على العضوية بتاعة النقابة. أنا عايز أقول لحضرتك بس رقم عشان السادة المشاهدين اللي بيتابعونا، إحنا سنويا نسبة القيد على قاعة بيانات النقابة العامة للمهن الزراعية تقريبا ما بين 15 إلى 16 ألف خريج يضافوا سنويا على قاعدة البيانات اللي هم خريجين كليات الزراعة، وبالتالي ده متاح من طبقا للقانون والدستور المصري من يمنح مزاولة المهنة ولقب مهندس أو محامي أو مهندس مدني أو كهرباء إلى آخره هي النقابات المهنية. صح. ده قانون ودستور، وحتى الصحفيين لابد يرجع أيضا لنقابة الصحفيين عشان يأخد الكارنيه بتاعه بتاع نقابة الصحفيين، ده في كل النقابات المهنية. كل شكر لحضرتك سيد خليفة نقيب الزراعين، شكرا جزيلا ليك.